بابا ليه تأخر في الدوام كل يوم؟ لأنه يا ماما عنده شغل كثير. ما في راسك مرأة تشوفها أحلى مرأة. شرفتونا. مساكين هي حلقتها، بعيد أهلها وتركوها لحالها. أول مرة تجي هنا؟ أي أول مرة. ولا أحد يعرف وش النظام هنا، وهذه حالات التجربة. مساء الخير ضيفنا العزيز. من ويلك للخاتم. كل شيء في تقاليدنا أصيل، ولأنك أنت أصيل قبل لا طلبك تعيش هنا أحلى أيام عمرك. وش اللي بخليك متأكد من كلامك كذا؟ لأن ربعي اللي جو هنا ولا واحد منهم رجع.